هذا اللاعب الاوروغواني اللي اندرو سيرينو على شمال منطقه الطوره. لانجرمان محاوله بعرضيه والهدف الاول في المباراه. الهدف الاول في المباراه بقدم المهاجم الهداف وهو اللاعب ازواني. اللاعب ازواني هدفه من نجمهم يسجل الان الهدف الاول من عرضيه ساحره وسط حراسه وفرقه موجوده ورا في دفاعات النادي الاهلي ويحطها بدون اي مشكله في شباك الحارس محمد الشناوي عشان يتقدم الان سان داونز بهدف اول تقريبا في اول ربع ساعه من بدايه الشوط الاول. 1-0. هذا اللاعب ازواني رقم 18 30 سنه خبره عمره وطبعا واحد يعتبر من ابناء النادي. هذه العضبه الثانيه عند اللاعب سيرينو والباصه الجميله حلوه قوي على الطرف الشمال لوحده خالص وضع عرضيه فين الدفاع فرقه موجوده ولمس على طول بقدم اللاعب ازواني يحطها بدون اي مشكله. واحد فريق سان داونز هدف اول في المباراه في اول ربع ساعه في الدقيقه 14 وربع ساعه بقدم اللاعب ازواني من عرضيه جميله بقدم الباك الشمال لانجرمان عرضيه بتاخد الطوله التعدي والهدف الثاني. والهدف الثاني الهدف الثاني بقدم اللاعب واين ارنسي رقم 6 يسجل هدف ثاني في مرمى الحارس محمد الشناوي. هدف ثاني هدف التعزيز في المباراه في الدقيقه 23 من عمر الشوط الاول. 2-2 سان داونز 2 والنادي الاهلي المصري 2-0. اثنين لشيء حتى الان. هذه العاده مشكله المشاكل الكرات العرضيه مشكله العصر بل كل عصر بل من صغرنا من صغرنا يعني مع الاهلي مع السلية. ايمن اشرف قطعوها لعيب سان داونز لمورينا بعرضيه خطيره تالق امسك بلاتانيا وضرب الجزاء هو ضرب الجزاء لسان داونز ده في الدقيقة الأولى ده في الثانية 20 ده في الثانية 20 من بداية الشوط الثاني في الثانية 20 من عمر الشوط الثاني. عرقلة من محمد الشناوي هذه العادة عرضية كعبت ساحرة جميلة ثم طلع من سكورته وقعت منه تترد ولكن والله ما حط رجليه. ادي العاده مره ثانيه ادي العاده مره ثانيه اهو ما فيش حاجه خالص للامانه ما فيش حاجه خالص. هذا الراجل عمل ارتقاء وقع بدون اي اعاقه من الشناوي وحكم اللقاء ده ضربه جزاء لصالح سان داونز بقدم البرازيلي ريكاردو ناسيمنتو وحطها جميله على يمين الحارس محمد الشناوي. 3-3 3 سان داونز لا شيء النادي الاهلي. هدف مبكر جدا في الدقيقه الثانيه من عمر الشوط الثاني بالنسبه لفريق سان داونز. يعني بدايه طبعا ما فيش احلى من كده بالنسبه لفريق سان داونز الفريق الجنوب افريقي من اول هجمه يحصل على ضربه جزاء ويحطها بخبره كبيره المدافع البرازيلي ريكاردو ناسيمينتو حطها حلوه على يمين محمد الشناوي. حكم المباراه ادى ركله جزاء هديه لفريق سان داونز مع اول هجمه. رقم 10 الاورجواني لياندرو سيرينو 4-0 أربعة فريق سان داونز لا شيء نادي الأهلي. هدف بقدم لياندرو سيرينو هذه العادة مرة ثانية.
هدف رابع في المباراة. أربعة على شيء، وهدف في إديا 62، والهدف لسان داونز. سرعة خطيرة، وهدف خامس في المباراة، هدف خامس في المباراة. خمسة لا شيء، خمسة لا شيء، هدف في الدقيقة 82 من نهاية المباراة. اللاعب مهلامبي، اللاعب مهلامبي يسجل الهدف الخامس في الدقيقة 82 من نهاية المباراة. أعزائي المشاهدين، خمسة فريق سان داونز لا شيء النادي الأهلي. هذه العادة والانطلاقة والفرجة كالعادة واللمسة الأخيرة بقدم اللاعب مهلامبي في شباك الحارس محمد الشناوي. خمسة لا شيء.